من يسأل السؤال الصحيح في التوقيت المناسب يحصل على الإجابة الأدق، ومن يبحث عن الحلول ومستعد لتحمل صعابها لا يخشى المواجهة. المواجهة مع ريهام السهلي من السبت إلى الثلاثاء الساعة 10 مساء على إكسترا نيوز. نعرب عن تقديرنا البارد للعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وشعبها مع الكونغو الديمقراطية من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة ترجع إلى فترات التحرر الوطني في بلدان قارتنا الإفريقية خلال القرن الماضي. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى الاتفاق على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة. ولقد اتفقنا كذلك على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في الكونغو الديمقراطية الشقيقة في مختلف القطاعات. كما تناولت مباحثاتنا تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل. Inflation soared to its highest level in over a decade in April. The biggest month-over-month increase in September, get this, 2008. The sharp increase in inflation blindsided many economists. Almost no one saw it coming. Inflation is the least predictable it's been for a long time, probably for decades. But is this high inflation just a temporary blip, or could it spiral out of control? It's the most important question for the global economy at the moment. من زمان والعربي لعبتنا. لازم نرجع كل حاجة مكانها. بس دي مجرد البداية، وعشان لسه في كتير نقدمه ليك دلوقتي والأول مرة، مسلسلات عالمية حصرياً على واتشت.
وات مش بس عربي. ارفع دائما راي التوازن والاعتدال والمحبه والسلام بيننا وبين بعضنا. انتم اكرمتوا مصر وشرفتوا مصر وعزيتوا مصر، اي مصري موجود في مصر ولا حتى خارج مصر ارفع راسك. يا رب يحميك من كل شر. علينا ليه؟ انت كويسه؟ الحمد لله. لكل الشعب المصري كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام وكل الاعتزاز. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وساعة جديدة من برنامج أحداث اليوم كالعادة نسلط فيها الضوء على أهم وآخر الأحداث سواء كانت المحلية أو الدولية أو العربية التي حدثت على مدار الفترة الماضية. نبدأ بالشأن المحلي، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عدد الأطقم الطبية في مطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع مع وزير السياحة والأثار بأن تمثل احتفالية الكشف عن طريق الكباش استمرارا لنهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار. وقد عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية والإجراءات التي تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصة مع بدء موسم السياحة الشتوي، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافي القطاع السياحي بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك ما تم مؤخرا من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ، والذي يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين. كما استعرض السيد وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية والاستعداد لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر في إطار احتفالية الكشف عن طريق الكباش، وذلك بعدما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة كالهوية البصرية وتطوير الكورنيش ورفع كفاءة المنشآت والمباني.
وقد وجه السيد الرئيس بأن تمثل تلك الاحتفالية استمراراً لنهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دولياً ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير السياحة والآثار عرض كذلك جهود تنمية موارد الوزارة، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحديث الإداري الشامل من خلال اعتماد برامج التحول الرقمي، خاصة ما يتعلق برقمنة تراخيص المنشآت السياحية والفندقية وكذا الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين. كما عرض السيد الوزير النشاط الدولي لوزارة السياحة والآثار بما فيها المشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى مقر منظمة يونسكو ولقائه بالمسؤولين وعلى رأسهم السيدة مدير عام المنظمة، وعرض جهود الدولة في ملف الآثار والمتاحف. وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للإمارات على التنظيم المشرف والاستضافة المبهرة للحدث العالمي إكسبو 2020 دبي. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء في إكسبو 2020 دبي بمناسبة تدشين الاحتفال باليوم الوطني لمصر في المعرض. وأضاف أن الحكومة المصرية حرصت منذ بدء الترتيبات أن تكون مشاركتها في الدورة الحالية للإكسبو متميزة من كافة الجوانب، وذلك سعيا للظهور بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمي والعالمي. حرصت الحكومة المصرية منذ بدء الترتيبات أن تكون مشاركتها في الدورة الحالية للإكسبو متميزة من كافة الجوانب، سعيا للظهور بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمي والعالمي وتاريخها العريق بين دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا. وقد حرصت الحكومة المصرية على أن تكون المشاركة متنوعة بحيث تستهدف مختلف الاهتمامات البشرية وكافة المجالات التي تهم الإنسان. لذلك فقد استلهمت مصر فلسفة مشاركتها من موضوع الإكسبو لهذا العام، وظهر الجناح مستعرضا الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل. ويبرز الجناح المصري مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل من خلال المبادرات التنموية التي تتم في مصر في كافة مناحي الحياة، وتقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مناطق صناعية وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة، إلى جانب الترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية على الخريطة العالمية. في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر كرست خلال 7 سنوات الماضية جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للفرص وإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة. لقد كرست مصر خلال السنوات 7 الماضية جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للفرص من خلال عمل متفان من قبل الحكومة خلال تلك السنوات لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة. وقد انتهت مصر من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تم إطلاقه في عام 2016، بالإضافة إلى ذلك أطلقت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف أصيل، وهو توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري. ومن الناحية الاقتصادية فقد تم إنجاز الكثير من المشروعات التي عكست بشكل واضح ملامح الجمهورية الجديدة، مثل تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والمرافق بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي ومشروعات المدن الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء الأنفاق وتوسعة الطرق الرئيسية والمحاور والممرات وإنشاء الكباري والمطارات والمواني، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص في ظل خطة طموحة لتحويل مصر إلى منظومة رقمية شاملة. هذا وتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات، والذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022، حيث رافقه أعضاء الوفد المصري الرسمي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الإمارات.
وخلال وجوده بالجناح المصري أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة لإقامة جناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. وأضاف أن المشاركة المصرية في المعرض تستهدف أيضا تقديم مصر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة. من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن عدد زائري الجناح المصري بلغ حتى الآن أكثر من 150 ألف زائر، وأنه من المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليون زائر طوال مدة المعرض. للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين الكرام. ما تحققه مصر حتى هذه اللحظة في معرض إكسبو 2020 دبي هو شيء مميز، وأشاد به رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأشاد أيضا ربما في وقت سابق على المكان المميز الذي تتخذه مصر في معرض إكسبو 2020 بجانب جناح الإمارات مباشرة. كيف ترى ما تقوم به مصر يعني من الناحية الشكلية حتى في إكسبو 2020 دبي قبل أن نتحدث عن الناحية الاقتصادية؟ خلينا نقول طبعا على مستوى الشكل والمضمون في نجاح كبير جدا لوجودنا في أكبر تجمع عالمي منذ بداية جائحة كورونا، ووجودنا ما بين
192 دولة بتقدم ما لديها من فرص استثمارية وجوانب للتطوير في عديد من القطاعات والمجالات والجزء الخاص بالابتكار وريادة الأعمال والمدن الجديدة وغيرها من الخطوات اللي حدث زي دوت. مهم جدا جدا بالنسبة لنا ان احنا نعرض للعالم كله ما وصلنا اليه، بجانب طبعا ان احنا يمكن قدرنا بشكل كبير ان احنا نعرض انفسنا امام العالم ونعرض ما قدمناه خلال السنوات الماضية امام العالم بشكل حضاري صحيح، بشكل يقدر يمزج ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وده امر غاية في الاهمية. ازاي ان احنا نقدر نوصل المعادلة دي كلها للمتابعين على مستوى العالم بشكل يقدر ان هو يكون سبب في جذب مزيد من الاستثمارات وعرض وترويج لاصلاحات اقتصادية ونجاحات قدرنا ان احنا نحققها خلال الفترة. صحيح، الحقيقة ان مصر اصبحت من اول الدول الافريقية الجاذبة للاستثمار والثانية عربية بعد الامارات. دكتور علي، السؤال الان يعني ان كان اكسبو 2020 فرصة للترويج للاستثمارات المصرية، دعني اسألك هنا عن الكيفية دكتور علي. اعتقد ان الكيفية بتتمثل في ازاي ان يبقى في هناك مزيد من الضمانات والحوافز للمستثمرين، بجانب التأكيد على الإشادات العالمية اللي احنا حصلنا عليها الفترة الماضية وخلال الوقت الراهن والمتمثلة بشكل كبير كمان في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، متمثلة في توقعات إيجابية بنحو النمو الاقتصادي وتحسن للمؤشرات الاقتصادية الكلية، بجانب كمان الخطوات اللي الدولة بتتحرك عليها لتهيئة مناخ الاستثمار سواء على مستوى البنية التحتية أو تأمين مصادر الطاقة، دي كلها نقاط مهمة جدا الدولة بتتحرك عليها. وإزاي إن ده كله جاي في وقت العالم بيشهد عديد من التحديات، أبرزها طبعا الموجة التضخمية اللي مؤثرة بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، لكن الدولة المصرية باقتصادها وبرادتها قادرة إن هي تتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الحكمة، وبالتالي صحيح. مع التعاون والتأكيد على أهمية القطاع الخاص والمشاركة ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص في عديد من القطاعات، أعتقد ده جزء مهم، بجانب قطاع السياحة أعتقد ده فرصة مهمة جدا 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 وفرصة ذهبية لقطاع السياحة، ازاي ان احنا نقدر نجذب المزيد من الوفود السياحية في ظل التطور اللي بيحصل. نعم، دعني اسألك السؤال ربما من ناحية أخرى دكتور علي، هذا المكان المتميز للجناح المصري في اكسبو 2020، السؤال الآن يعني إلى أي مدى ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية ومن تطوير لكل المرافق في البنى التحتية جعل مصر ربما على الناحية الأخرى ترى هكذا من العالم لتأخذ هذا المكان المتميز في إكسبو 2020؟ العالم كله بيشهد على التطور السريع والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية اللي الدولة قدرت إن هي تقوم بها خلال الست سنوات الماضية على وجه التحديد، كان في سرعة كبيرة جدا في عمليات الإصلاح بجانب قضايا شائكة بالنسبة للعالم كله كان بيتابع الإصلاحات ديت، يعني احنا بنتحدث عن إقامة مدن جديدة، عاصمة إدارية جديدة، القضاء على العشوائيات، تنمية سيناء، تنمية الريف المصري، دي كلها تنمية الصعيد، دي كلها خطوات العالم كله بيشوفها مبادرات مهمة جدا أصبحت محل اهتمام من العالم كله، أبرزها طبعا حياة كريمة. التحرك كمان بإدخال عديد من الصناعات المتطورة والعمل على إنشاء المدن الذكية، دي كلها خطوات قدرت إن هي تخلي العالم كله يبقى مهتم إن هو يتعرف عن قرب عن ما يحدث في مصر، وكمان وجود معالي رئيس الوزراء هناك ده كمان بيدي مردود إيجابي للمهتمين والمستثمرين إن الحكومة أو رأس الحكومة بنفسه بيبقى متواجد، فده بيدي ثقة أكبر أكيد للمستثمرين والقطاع الخاص لأنه بيرد كمان على أي استفسارات ممكن تكون موجودة، بجانب طبعا الوفد المشارك والمرافق ليه.
طيب هناك نقطة مهمة ربما أغفلناها في الحديث تفضلت بذكرها أنت دكتور علي، وهو الترويج السياحي لمصر. هذا الجناح المصري تم إدارته بشكل مميز كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، وكما نرى أيضا من أول الحضارة العريقة والفرعونية لمصر إلى ما وصلت إليه الآن من تقدم وحضارة يعني ترتقي لتساوي كل الشعوب العالمية. إلى أي مدى ذلك يروج للسياحة المصرية دكتور علي؟ أعتقد أن احنا خلال الفترة الماضية ابتدينا نتحرك على عديد من الإنشاء والتطوير للمقاصد السياحية في مصر، سواء بقى متحف الحضارات، بنتحدث كمان عن المتحف الكبير اللي خلاص بنتحدث عن صحيح كده وسوف يتم افتتاحه، وبالتالي فرصة مهمة جدا أن احنا ويمكن طريق الكباش أيضا دكتور علي، يعني هذا هو الأقرب ربما. بالضبط، احنا بنتحدث عن مجموعه كبيره جدا من المقاصد السياحيه سواء بيتم انشائها او حتى كانت موجوده وبيتم تطويرها وتطوير البنيه التحتيه المجاوره ليها، فبالتالي كلها خطوات مهمه جدا بتتحرك عليها، وفرصه ان احنا يتم الاعلان عن المقاصد السياحيه ديت بجانب اجراءات احترازيه الدوله ملتزمه بيها، وتحسن كمان على مستوى اعداد السائحين الوافدين لمصر، وبالتالي هي بتبقى فرصه مهمه جدا بجانب ان احنا في منطقه واماره مهتمه بالمقام الاول بالسياحه، وبالتالي ده كمان فرصه مهمه جدا لان اغلب الزائرين في المقام الاول بيقصدوا الجانب الخاص بالسياحه، وبالتالي هو حديث في محله عن هذا القطاع. نعم، الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل ما تفضلت به من متابعه. الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. من أحداث اليوم أيضا أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021 في مقابل 6.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.2%. هذا وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين نحو 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 23.7 مليار دولار خلال ذات الفترة. للمزيد من المتابعة والتفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. دكتور خالد أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين في كل مكان. في البداية دعنا نبدأ معك بقراءة للأرقام التي ظهرت في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفضل. الحقيقة هذا يعني التغيير الصادر من جهاز مركزي للتعبئة العامة والإحصاء يظهر البيانات المتعلقة مع دول العشرين وعلى رأسها زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول المجموعة العشرين بزيادة قدرها 39.2% وزيادة الواردات بنسبة 14%. لو شفنا حجم التبادل التجاري قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول العشرين كنا بنلاقيها 36 مليار دولار بدلا من 30.2 مليار دولار بزيادة قدرها 19.4%، زيادة في قيمة حجم التبادل التجاري عما كان خلال الفترة الماضية من 2020. كل دي أرقام لها دلالات، أولا المنتج المصري
ان يقفز لهذه المعدلات اعتقد ان ده شيء جيد، وخصوصا مع الدول العشرين. ولو شفنا قراءة سريعة لهذا البيان ان ايطاليا في المقدمة ثم امريكا ثم السعودية الدول الاكثر استيرادا لسلع مصرية، ثم تليها الهند والصين وانجلترا والمانيا وفرنسا وروسيا. ولو شفنا قيمة حجم التبادل النهاردة، مصر اكبر الدول التي تستورد منها فاتورة من قيمة فاتورة الواردات، بنلاقي الصين على رأس القائمة بستة ونص مليار دولار، ثم أمريكا ثم السعودية ثم ألمانيا ثم تركيا ثم صحيح. روسيا ثم إيطاليا. كل دي يعني لها مؤشرات، لها دلالات إن النهاردة الاقتصاد المصري بسير بناك سليم وقويم نحو تحقيق المعدلات الأفضل بينها وبين كل دول العالم. ولو شفنا وكملنا التاريخ بنلاقي ان تحولات المصريين النهاردة العاملين لدى دولة لدى مجموعة دول العشرين هنلاقيها النهاردة قفزت الى 11.6 مليار دولار بزيادة قدرها 13.1 عن الفترة المسيرة من العام الماضي. بنشوف كل دي دلالات ولها اهمية قصوى بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد المصري وحجم قدرته وحجم زيادته على التبادل التجاري مع كل دول العالم وعلى الأخص دول مجموعة العشرين. شفنا حجم الاستثمارات النهاردة برضو من ضمن التقرير الصادر، بنلاقي حجم الاستثمارات زادت برضو وقفز وصلت إلى 6.7 مليار دولار. طيب. كل دي مؤشرات إيجابية بتصب في صالح ان الاقتصاد المصري والبيئة الموجودة في مصر اصبحت تؤهل مزيد من الاستثمارات، مزيد من زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول بين مصر وبين كل دول العالم. طيب دكتور خالد، ربما يكون السؤال الاهم الان الذي دائما ما يسأل، سبب ارتفاع الصادرات المصرية ربما له وجهة نظر كما تفضلت بالقول أن بسبب يعني الرؤية الواضحة أو الاقتصادية الثاقبة للقيادة المصرية، ولكن من جانب آخر دعنا نفسر أيضا ازدياد هذه الصادرات في ظل أزمة عالمية ضربت العالم أجمع وهو أزمة فيروس كورونا. الحقيقة أزمة فيروس كورونا أربكت العالم وما زالت الموجة التضخمية المصاحبة والمؤثرة على كل اقتصادات العالم ما زالت إلى الآن آثار سلبية تجتاح كل اقتصادات العالم. إنما النهاردة في مصر بفضل الرؤية والثاقبة للقيادة المصرية قدرت منتج المصري النهاردة طبقا لتطبيق المواصفات القياسية اللي بتتم تطبيقها على كل المنتجات المصرية النهاردة دي اتفتحت مجالات أوسع وأرحب في كل الأسواق العالمية لزيادة المنتج أو ترحيب بالمنتج المصري لدى كافة الأسواق، وده اللي حقيقة بتشوفه سواء منتج زراعي أو منتجات صناعية أو كمثال مثل بنشوف ان ده أصبح المنتج المصري يجد له أرضية في أرض الواقع بناء على الرؤية وبناء على المبادرات الرئيسية اللي بتدعم القطاع الصناعي وبتدعم القطاع التصديري. بنشوف كل ده بيتحقق في زيادة الصادرات المصرية والمنتج المصري يصل إلى كل أنحاء العالم وأصبح له الأفضلية بين كافة المنتجات الأخرى المثيلة. أعتقد أن دي ثقة في المنتج المصري لما أصبح يعني يتصف بالمواصفات القياسية الموجودة في كل دول العالم. طيب نقطة أخيرة دكتور خالد، لن يكون هناك ارتفاع للصادرات المصرية إلا لو كان هناك اكتفاء ذاتي من هذه السلع التي يتم تصدرها، والحقيقة أن دي كانت أهداف الدولة أو استراتيجية الدولة، فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع. مع وجود أزمة كورونا إلى أي مدى نستطيع القول أن مصر كانت على الطريق الصحيح منذ البداية، وهذه الأزمة المستجدة ربما كشفت يعني الطرق الصحيحة أو الاستراتيجيات الصحيحة التي تتخذها الدول قبل أزمة كورونا؟ الحقيقة الإصلاح الاقتصادي اللي اتبعته القيادة السياسية خلال الفترة الماضية أثر بالإيجاب، مكتسبات الاقتصاد المصري من الإصلاح الاقتصادي أتى بثماره. بنشوف الدعم المطلق لكل قطاعات سواء قطاع الزراعي أو قطاع الصناعي أو قطاع التعديني أتى بثماره، إن النهاردة مصر أصبح لها لديها الرغبة في توطين صناعات جديدة لتحد من المنتجات المستوردة. بنشوف ده موجود على أرض الواقع وفي
أمثلة كثيرة والمنتجات كثيرة مصر كانت تستوردها، أصبح المنتج المصري بقى أصبح بديل للمنتجات المستوردة، بالإضافة أن السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى الخارج بناء على كل الرؤى والاستراتيجيات اللي تمت، أصبح النهاردة لديها اتفاق ذاتي في المنتجات المحلية. صحيح. ودي الحقيقة القيادة السياسية بتعمل على تشجيع كل الصناعات الصناعات الجديدة وتوطين صناعات. الهدف منها إيه؟ الهدف منها أن أنا بزود حجم الناتج محلي، بزود قيمة منتجات علشان تفي بالأغراض الخاصة باحتياجات المواطنين داخليا، وما يتبقى وما يزيد عن احتياجات المواطنين يتم تصديره إلى الخارج. النهاردة اللي كان بيصدر للخارج في عبر عقود مضت كانت ممكن سلعة ترجع من المطار، سلعة ترجع لعدم مطابقتها المواصفات القياسية، إنما النهاردة لما بنشوف ده وبنشوف على أرض الواقع أصبح الطلب متزايد على كل المنتجات المصرية سواء الزراعية سواء صناعية، وبنشوف أن المحصول يعني البرتقال المصري وصل إلى المرتبة الأولى عالميا على مستوى العالم كرقم واحد في العالم تصديرا. بناء على ايه؟ بناء على السياسات المتبعه من قبل القياده السياسيه وما يستلزمه من اجراءات. واعتقد ان كل النهارده دعم الصادرات بنشوفه بكل اشكال وصوره. صحيح. سواء للمنتجات الزراعيه او للمنتجات المنتج الصناعي، وبنشوف ده بيترجم من خلال المبادرات الرئاسيه الداعمه للقطاع الصناعي. القطاع الصناعي الهدف منه هو زياده حجم المنتجات وزياده الطاقات الانتاجيه لتلبيه احتياجات المواطنين، ثم التوجه نحو التصدير وخصوصا الأسواق متفتحة الآن إلى كل ما هو مصري وكل ما هو منتج مصري. وصلت صورة دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، كنت ضيفي عبر الهاتف في هذه الساعة، شكرا جزيلا لك. صرح وزير التنمية المحلية بأن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لتحسين حياة المواطنين في قرى الريف المصرية. وخلال جلسة برنامج تطوير الريف المصرية حياة كريمة بصعيد مصر في مؤتمر يوم المدن العالمي، أكد شعراوي أنه منذ عام 2014 حتى الآن تتبنى الدولة استراتيجية غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم خريطة العمران في مصر بما يستجيب لمشكلات الحاضر والمستقبل. هذا وأوضح وزير التنمية المحلية أيضا أن مبادرة حياة كريمة تعد مشروع القرن 21 في مصر، حيث يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر، ويتم تنفيذه على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر، يشمل 175 مركزا موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 ألف عزبة وكفر ونجع، باستثمارات غير مسبوقة تبلغ نحو 700 مليار جنيه. عبر الهاتف للمتابعة والتفاصيل الدكتور سيف الدين فرج استشاري التخطيط العمراني. دكتور سيف أهلا بك يا فندم. ما يتم على أرض الواقع فيما يتعلق بالمشروع القومي حياة كريمة يعني يتحدث عنه العالم أجمع، والحقيقة أنه هو يعني غير حياة آلاف أو ربما ملايين من المصريين. كيف ترى هذا المشروع من وجهة نظرك بشكل مبدئي دكتور سيف؟ هو مشروع حياة كريمة مش بس تغير حياه المواطن المصري، لا ده كمان فتح له افاق كبيره. ان احنا لما نيجي نبص للاسكان العشوائي تاثير السلبي له على حياه المصريين، نلاقي ان الاسكان العشوائي كان السبب الاساسي له هو الهجره الداخليه من الريف الى المدينه لعدم وجود فرص عمل وعناصر بنيه اساسيه وكل هذه الامور. لكن مشروع حياة كريمة يعيد القرية والريف مرة أخرى إلى مستوى معيشي متقارب أو يعادل ما يحدث في الريف والحضر، وبالتالي أصبحت فرص العمل هناك في الريف والحضر إلى جانب العاصمة والمدن، وبالتالي أصبح
الهجرة الداخلية التي يقوم بها الموارد والمناطق الاجتماعية توقفت تماما. فده مش بس هيرفق معنويات ويرفع روح المواطن، لا ده كمان هيمنع أي مشاكل مستقبلية. طيب دكتور سيف، التخطيط العمراني ربما أيضا من أهم عوامل تحقيق حياة كريمة للمصريين، وهو أحد العوامل المهمة في حياة كريمة أو المشروع القومي حياة كريمة. الحقيقة أن التخطيط العمراني صعب للغاية إن كنا نتحدث عن عدد من العشوائيات الكبيرة التي كانت موجودة من قبل. كيف ترى ما قامت به الدولة في هذا الجانب فيما يتعلق بالتخطيط العمراني تحديدا؟ والحقيقة أنه ده لا يتعلق فقط بحياة كريمة، ولكن شفناه في كل محافظات جمهورية مصر العربية. اتكلم عن شيء كان تعامل الدولة معاه تعامل مباشر لأسباب المشكلة. الدولة قامت بتصنيف الإسكان العشوائي إلى إسكان عشوائي شديد الخطورة وإسكان عشوائي غير مخطط. الإسكان العشوائي شديد الخطورة بدأت الدولة تتعامل معاه من 2014 وتم إنهائه تماما في 2021 بعد صرف 40 مليار جنيه عليه. وده تناول يعني جميع المدن والمحافظات على مستوى الجمهوريه. بدات الدوله من هذا العام حتى ان شاء الله 2030 في التعامل مع الاسكان العشوائي المخطط، حيث تقوم بعمل البنيه الاساسيه لهذه المناطق وشق شوارع وعمل محاور، كل هذه الامور بالاضافه الى الخدمات العامه و شبكات الصرف وشبكات كل هذه الامور تتم من خلال الاسكان العشوائي الغير نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا. انتهى وقت هذه المداخلة للأسف. الدكتور سيف الدين فرج استشاري التخطيط العمراني كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير بعدها وعودة لاستكمال هذه الساعة من أحداث اليوم. الاستثمار اقتناص للفرص، تحركات البورصة، أسعار الذهب والعملات، وكل ما تحتاجه لتخطو الخطوة القادمة. بنوك واستثمار مع إسماعيل حماد الأحد الساعة 7 مساء على إكسترا نيوز. Soared to its highest level in over a decade in April. The biggest month over month increase in September, get this, 2008. The sharp increase in inflation blindsided many economists. Almost no one saw it coming. Inflation is the least predictable it's been for a long time, probably for decades. But is this high inflation just a temporary blip?
or could it spiral out of control? It's the most important question for the global economy at the moment. استمرار مصر في العمل بشفافية وبدافع من اعتبارات الصداقة والأخوة على مساندة الجهود الكونغولية الوطنية الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار الداخلي وبما يفتح آفاق التنمية والرخاء لجموع الشعب الكونغولي ويحفظ هياكل ومؤسسات الدولة ومقدراتها للاستمرار في مسار التحول الديمقراطي المؤسسي. الدقيقة مش وحدة قياس زمن، الدقيقة تصنع زمن. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها. دقيقة كتب التاريخ ومستقبل رسمت ملامحه. دقيقة حتى السياسة وتحالفاتها بتتحسم في دقيقة، والعالم اتغير في دقيقة. ومصير شعوب تنقذوا ديها. المهم يكون كل الدقايق بتوقيت القاهرة. 60 دقيقة مع الكاتب الصحفي أحمد الطهري، الثلاثاء والأربعاء الساعة 11 مساء على إكسترا نيوز. أهلا بحضراتكم مجددا، ما زلنا معكم في هذه الساعة من أحداث اليوم. انطلقت قمة مجموعة العشرين في روما حضوريا، وذلك لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا. تركز القمة التي تعقد على مدار يومين على قضايا المناخ ومكافحة كورونا والانتعاش الاقتصادية. قضايا دولية عديدة أصبحت مصيرية بالنسبة لمستقبل البشرية، هي من جديد على طاولة النقاش بقمة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، والتي تعقد حضوريا ولأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا. القمة تركز على قضايا المناخ ومكافحة كورونا والانتعاش الاقتصادي عشية المؤتمر الدولي حول المناخ كوب 26 الذي سينعقد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. ومن المقرر أن تناقش كيفية تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما ستتحدث أيضا عن سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، والذي إذا استمر يمكن أن يشكل تهديدا على الانتعاش العالمي.
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اعتبر أن قمة مجموعة العشرين تمثل عودة التعددية بعد سنوات مظلمة من الانعزالية والعزلة المرتبطة بالأزمة الصحية والركود الاقتصادي. وبحسب مسودة بيان للمجموعة، تعهد زعماؤها باتخاذ إجراءات لمحاربة الخطر الوجودي الذي يمثله التغير المناخي، انطلاقا من ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة ليكون هدف كبح التغير المناخي منع ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة قابلة للتحقيق. وتعهد الزعماء أيضا بتخفيض انبعاثات غاز الميثان بشكل ملموس تصل إلى 30% من مستوياتها الحالية بحلول عام 2030. حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء العالم على ضرورة تصديهم لتغير المناخ، قائلا إن الحضارة العالمية يمكن أن تنهار بذات سرعة انهيار الإمبراطورية الرومانية القديمة ما لم يتم فعل المزيد. وفي تصريحات له قبيل مشاركته في قمة العشرين في روما، حذر جونسون من أن الأجيال القادمة تخاطر بالجوع والصراع والهجرة الجماعية إذا لم يتم إحراز تقدم في معالجة تغير المناخ. هذا وتواجه قمة المناخ العديد من التحديات، يأتي على رأسها التمويل والمشكلات التي يواجهها صندوق المناخ الأخضر الذي تأسس عام 2010. آمال كبيرة معلقة على قمة المناخ التي تستضيفها مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة في ظل أجواء دولية مشحونة بالقلق من مخاطر التغير المناخي، مما يعزز من أهمية خروج المؤتمر بنتائج حاسمة. المؤتمر 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي المعروف اختصارا بكوب 26 يعقد بمشاركة 197 دولة بهدف مناقشة قضية التغير المناخي والوصول إلى حلول للمشكلات الشائكة. التحديات كثيرة تواجه المشاركين في القمة، يأتي على رأسها التمويل والمشكلات التي يواجهها صندوق المناخ الأخضر الذي تأسس عام 2010 ويحكمه مجلس مكون من 24 عضوا وتدعمه أمانة عامة ومقره كوريا الجنوبية. الصندوق معني بتمويل مشروعات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويواجه نقصا في التمويل، فمنذ 2009 في قمة المناخ التي عقدت في الدنمارك تعهدت الدول الصناعية بتوفير تمويل قدره 100 مليار دولار سنويا لتمويل مشروعات المناخ بالدول النامية، ولم تتحقق تلك التعهدات. هذا الأداء دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الدعوة إلى مناقشة 3 موضوعات رئيسية خلال قمة غلاسكو، منها توفير التمويل من الدول الصناعية وضمان توزيع عادل بين الدول وبين نوعية المشروعات سواء تخفيف أو تكيف. وحذر غوتيريش من أن أزمة المناخ هي انذار بالخطر للبشرية جمعاء، داعيا إلى تخلص تدريجي من الفحم بحلول عام 2030 في بلدان منظمة التعاون والتنمية وفي الميدان الاقتصادي، وعام 2040 في سائر بلدان العالم. ما زلنا في أحداث اليوم، وأمرت سلطات العاصمة الصينية بكين بإغلاق دور السينما في حين تسجل البلاد ارتفاعا في الإصابات بكورونا قبل أقل من 100 يوم من الألعاب الأولمبية الشتوية. وقالت بلدية العاصمة الصينية إن كل دور سينما في منطقة تشيتشينغ ستبقى مغلقة حتى 14 من نوفمبر. هذا وسجلت الصين 59 إصابة جديدة محلية بالفيروس على مستوى البلاد، وهو مستوى قياسي لم يسجل في الصين منذ منتصف سبتمبر. على جانب آخر، أعلن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية تطعيم أكثر من 1 مليار شخص في الصين بشكل كامل ضد فيروس كورونا. كما أضاف المتحدث أنه تم استخدام إجمالي 2,260,000,000 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.
على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن أعلى معدل وفيات بسبب كورونا بعد تسجيل أكثر من 400 حالة وفاة في يوم واحد. هذا وتعتبر الفلبين ثاني أكثر معدل للإصابات في شرق آسيا بعد إندونيسيا، حيث وصل عدد المصابين فيها لما يقرب من 3 ملايين مصاب وأكثر من 40,000 حالة وفاة منذ بدء الجائحة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستتبرع ب20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا للدول النامية في إطار الجهود الهادفة إلى مشاركة اللقاحات مع الدول التي تعاني من نقص شديد في اللقاحات. هذا وحث جونسون القوى الاقتصادية على الدفع من أجل تطعيم العالم بحلول نهاية عام 2022. وكعادتنا مشاهدينا الكرام بالأخبار المتعلقة بكورونا تكون انتهت هذه الساعة من أحداث اليوم. كنت معكم فيها على مدارها نانسي نور، إلى اللقاء.